السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، معكم من قسم اللغة العربية ميس مروة السيد تحت إشراف أستاذة أميمة عبد الحكيم. درسنا اليوم هو الفصل الخامس من قصة علي مبارك بعنوان في فرنسا. زي ما قلنا إن الفصل الخامس بعنوان في فرنسا، ويلا بينا نقرأ مع بعض الفصل وبعد كده نشرح جزء جزء. ويشاء الله أن يكافئ هذا التلميذ النجيب على جده واجتهاده وأخلاقه الفاضلة وتطلعه إلى اليوم الذي يخدم فيه أمته فيهيئ له سياحة إلى أوروبا التي ذاع صيت حضارتها ومدارسها ومعاهدها، يتزود منها خير زاد يحبه من العلم والمعرفة ويحقق طموحه الذي لازمه منذ الصغر. هنا ربنا أراد أن يكافئ هذا التلميذ النجيب، وأن التلميذ النجيب التلميذ المتفوق وهو مين؟ علي مبارك. يبقى يشاء الله، يعني يريد الله أن يكافئ علي مبارك على جده واجتهاده. إحنا عرفنا في الفصل الدراسي الأول أن علي مبارك كان من المتفوقين دائما، سواء كان في مدرسة أبي زعبل أو في مدرسة المهندس خان، صح كده؟ وكان دائما من أول فرقته، تمام؟ فأراد الله أن يكافئ هذا الصبي على جد واجتهاده، تمام، وأخلاقه الفاضلة. طب ودايما كان يتطلع، كان يريد أو كان ينتظر اليوم الذي يخدم فيه أمته، تمام كده؟ عايز يخدم بلده فيهيئ له سياحة إلى أوروبا. يبقى لما نسأل السؤال ونقول كيف كافأ الله هذا التلميذ النجيب، أو كيف كافأ الله علي مبارك، كافأه الله بأن هيأ له سياحة إلى أوروبا. يبقى هيأ الله له سياحة إلى أوروبا. أوروبا في الوقت ده كانت معروفة، زي عصيته يعني، كانت معروفة ومشهورة بحضارتها ومدارسها ومعاهدها، تمام كده؟ فأراد علي مبارك أن يذهب إلى أوروبا حتى يتزود ها من العلم والمعرفة، خلاص كده؟ يبقى هنا خير زاد، الزاد هنا يعني الطعام اللي بيؤخذ بيه السفر. طب ميس هو هياكل علم؟ لا، هو بيقول لك ان هو عايز يتزود من العلم والايه؟ المعرفة. يبقى يدل على شدة رغبته او حبه للعلم والمعرفة. طب ايه كمان؟ قال لك واراد ايضا ان يحقق طموحه الذي لازمه منذ الصغر. في طموح عنده من هو صغير استمر معاه، داوم عليه، تمام؟ اللي هو الطموح ده ايه؟ ان هو يتعلم ويتزود من المعارف الأخرى، تمام كده يا شباب؟ طب تعالى نكمل. فشد الرحال إليها شديد الفرح بما سيجني من مشاهداته هناك، يتمنى أن يجد شيئا يعود به إلى بلده وينفع به أمته. يعني إيه الكلام ده؟ قال لك شد الرحال هنا يعني استعد، تهيأ إن هو هيأ نفسه إن هو خلاص إحنا رايحين فين؟ إن هو رايح رحلة إلى أو سياحة إلى أوروبا، وكان فرحان جدا. يبقى لما نصف، كيف نصف أو صف علي مبارك عندما عرف خبر سفره إلى أوروبا؟ كان شديد الفرح. طب ليه يا علي كنت شديد الفرح؟ قالك لأنها ما سيجني من مشاهداته هناك. إن هو يجني هنا يعني يكسب، هو فرحان قوي بالله هيكسبه لما أو عندما يذهب إلى إيه؟ فرنسا، خلاص كده يا شباب؟ أو إلى أوروبا. وكمان كان يتمنى أن يجد شيئا يعود به إلى بلده وينفع به أمته. يبقى هو فرحان إنه هو هيجني هيكسب أشياء كثيرة أو معارف كثيرة عندما يذهب إلى أوروبا، وأيضا تمنى أن يجد شيئا يعود به إلى بلده ويريد أن ينفع إيه؟ وطن. خلاص كده شباب؟ ماشي شباب، تمام. يبقى احنا عشان كده لما قلنا ما الذي تمنى علي مبارك تحقيقه من سفره للخارج، هنقوله ان يجد شيئا يعود به الى بلده وينفع به ايه؟ امته. الكلام ده كان امتى؟ قال لك في سنة 1265 من الهجرة، 1265 من الهجرة، تمام كده؟ اراد محمد علي ان يرسل انجاله الى فرنسا ليتموا تعليمهم فيها، ورأى أن يرافقهم واحدة واحدة،
محمد علي هو اللي أراد أن يرسل، احنا عرفنا أن الحاكم والملك الخديوي محمد علي، صح كده؟ 1265 أراد محمد علي أن يرسل أنجاله، وأنجاله هنا يعني أولاده. طب لماذا أراد أن يرسل أولاده إلى فرنسا؟ قال لك ليتموا، يعني يكملوا، يتموا يعني يكملوا، ليتموا تعليمهم فيها، إن هو يكملوا تعليمهم في فرنسا. طب مين اللي هيرافق أولاده؟ ها، قال لك اللي هيرافق أولاده، تعال نشوف، وأن يرافقهم في سفرهم بعض من نجباء مدرسة المهندس خانة. نجباء هنا يعني قلنا إيه؟ المتفوقون. وإحنا قلنا مين التلميذ النجيب؟ علي مبارك. يبقى إحنا هنكون معاهم مين؟ النجباء المتفوقون من مدرسة المهندس خانة، وكان من بينهم علي مبارك. خلاص كده يا شباب، يبقى كان من هؤلاء، من ضمن هؤلاء التلاميذ النجباء هو علي إيه؟ مبارك، تمام. طب قالك بعد كده من ضمن من او من بين من وقع عليهم الاختيار من اولئك التلاميذ، ناظر المدرسة كان يعرف كفاءة علي مبارك. ناظر المدرسة عارف كفاءة وقدرة علي مبارك، تمام، على التعليم فيها، التعليم في المدرسة اللي هي مدرسة المهندس خان، فأراد أن يبقيه يكون من بين معلميها. هو عايزه يكون موجود، بيحاول يقنعه بعدم السفر. طب ليه؟ ها، ليه؟ لأنه يعلم أو يعرف كفاءته وقدرته على التعليم. يبقى تاني، لماذا حاول ناظر المدرسة إقناع علي بالبقاء وعدم السفر؟ ها، هنقوله إيه؟ لأنه يعرف كفاءته وقدرته على التعليم فيها، تمام؟ فأراد أن يبقيه ليكون من بين معلميها. بيقنعه إزاي بقى؟ وجعله يحببه في رفض السفر، وأكد له أنه إذا بقي ولم يسافر نال على الفور رتبة المعلم ومرتبه، أما إذا سافر فسيظل تلميذا. يبقى هنا لما نقوله، ما الطريقة التي استخدمها ناظر المدرسة لإقناع علي على البقاء وعدم السفر؟ أو كيف أقنع، أو كيف كان يحاول ناظر المدرسة أن يقنع علي على عدم السفر؟ هنقوله إيه؟ كان يحاول دائما أن يقنعه إذا بقي ها سيحصل على، سينال رتبة المعلم ومرتب. أنت هتكون رتبتك هتبقى رتبة معلم وإيه؟ ومرتب. طب أما إذا سافر لا بقى، ستظل إيه؟ تلميذا. فهمت كده؟ يبقى هنا ناظر المدرسة كان يحاول أن يبقيه ولا يجعله إيه؟ يسافر. خلاص كده يا شباب؟ يبقى كيف حبب ناظر المدرسة لعلي مبارك فكرة رفض السفر إلى فرنسا؟ قلنا أكد له أنه إيه؟ إذا لم يسافر سيكون سيحصل على رتبة المعلم ومرتبه، أما إذا سافر فسيظل تلميذا. طب تعالى نشوف رأي علي في الموضوع ده إيه. قالك طبعا الناظر والمعلمون كانوا معلمو المدرسة كانوا يلحون على علي في البقاء، ويلحون يعني يقرروا عليه الطلب، تمام، ويحسنونه له بكل الطرق، بيحاولوا إنهم يجملوا له، يجملوا أو يزينوا وجوده وبقائه في مصر بكل الطرق، حتى أوشك أن يطاوعهم. علي كان إيه؟ هيطاوعهم، كان هيسمع كلامهم ويرفض السفر، تمام. طب ليه؟ ها، لأن أهله فقراء يعطيهم من مرتب وهم ينتظرون ذلك، تمام كده. فإذا سافر ها انقطع عنهم هذا أو ذلك الإيه؟ المدد. يعني ليه أوشك على أن يطاوعهم؟ ليه أوشك إن هو يطاوع الناظر ومعلمه المدرسة؟ ها، ومعلمي المدرسة، قلنا ليه؟ ها، لأن هو لو سافر هو عارف إن أهله فقراء وكان بيعطيهم من مرتبه، تمام كده. أما إذا سافر ها هيحصل إيه؟ هينقطع عنهم المدد، المدد هنا يعني العون، مش هيعرف يساعده. خلاص كده. طب علي هيسافر ولا مش هيسافر؟ هو لسه كل ده بإيه؟ بيفكر. هل استجاب علي مبارك ليه ناظر المدرسة والمعلمين في عدم السفر؟ ليه؟ ليه؟ بص كده، لكنه يعرف قيمة هذا السفر وما سيجني من ورائه لنفسه ومستقبله وأمته. هو عارف كويس قوي
ان هيحصل او ايه اللي هيكسبه من هذا السفر، هو عارف قيمة السفر ده ليه، تمام، سواء لنفسه او مستقبله او امته، فلم يستجب لهم وابعد فكرة القاء عن راسه. خلاص هو غير، هو اظل او اصر ان ايه، ها، يسافر مع انجاب محمد علي. تمام كده، تعالوا نكمل ونشوف هيعمل ايه علي مبارك بعد فكرة البقاء عن رأسه، وفضل أن يرحل في طلب العلم والمعرفة والثقافة، ففي تلك الرحلة حياة جديدة وربح كبير. سافر مع بقية أعضاء البعثة وكانوا 70 تلميذ، يبقى كم تلميذ فيه أو كم عدد أعضاء البعثة؟ هنقوله إيه، 70 تلميذ. فتحت لهم هناك مدرسة خاصة، كان ليهم مدرسة خاصة، هم أعضاء البعثة دي ليهم مدرسة خاصة في فرنسا، وقدر لكل منهم جنيهان في الشهر. تمام كده، يبقى كل واحد هيبقى ليه مصروفه في الشهري كام جنيهان في الشهر. فلم ينسى ذلك الشاب العطوف أهله. مين الشاب العطوف ده؟ روى علي مبارك. وترك لهم في مصر نصف مرتبه، يبقى ترك لهم ايه، نصف مرتبه، كما كان يفعل منذ أن فرض له مرتب من المدارس التي دخلها في مصر. دايما كان متعود ان هو بيترك لعائلته نصف الايه، المرتب، من اول ما فرض له مرتب او حدد له مرتب من المدارس التي دخلها في مصر. هنا كمان لما قدر له جنيهان في الشهر ترك نصف ايه، مرتبه لاهله. تمام، بعد كده لما انتظم في الدراسة هناك صادفته عقبة صعبة. ايه العقبة التي واجهت علي مبارك في فرنسا؟ هنقول العقبة دي كادت تهدم ما بناه كله، كانت هتهدم كل اللي هو كان بيفكر فيه ان هو يتعلم ويطلب الكثير من المعارف والثقافة. تمام، ايه المشكلة دي؟ قالك ان المدرسون يلقون عليهم الدروس كلها باللغة الايه، الفرنسية. كان المدرسون لما بيجي يشرحوا باللغة الايه، الفرنسية، وهو وفريق من أعضاء البعثة لا يعرفون شيئا من هذه اللغة. يبقى تاني، ما العقبة الصعبة التي كادت تهدم ما بناه علي؟ هنقوله أن المدرسون كان يلقون عليهم الدروس كلها باللغة الفرنسية وهو كان لا يعرف ايه، اللغة الفرنسية. تمام، ومن أجل حل هذه المشكلة أمر المشرفون من يعرفون اللغة الفرنسية من الطلبة أن يعاونوا من لا يعرفونه. يبقى واحدة واحدة كده، المشرفون، مشرفو البعثة، أرادوا أن يحلوا هذه المشكلة، لأن كان علي وفريق من البعثة لا يعرفون اللغة الفرنسية. تمام، طب ايه المشكلة؟ هيحلوها ازاي المشكلة دي؟ قلنا هيحلوها بإيه؟ أنهم أمروا الطلبة الذين يعرفون اللغة الفرنسية أن يساعدوا من لا يعرفونه. طب تعال نشوف الطلبة دول هيوافقوا ولا يرفضوا. قالك الطلبة دول كانوا يريدون أن بخلوا بمعرفتهم على إخوانهم، رفضوا. يبقى هما وافقوا ولا رفضوا؟ هنقولوا إيه، رفضوا هؤلاء الطلاب أن يشرحوا لهم شيئا. طب ليه؟ لماذا رفض الطلاب الذين يعرفون الفرنسية أن يعلموا زملائهم؟ هنقولوا إيه، ليكونوا هم المتفوقين دائما، دايما عايزين يكونوا هم الإيه، المتفوقون. تمام، طب ظل أولئك التلاميذ لا يفهمون كلمة واحدة مما يقال لهم، هم مش فاهمين خلاص، فأي درس بقى يقال هم مش عارفين يفهموا، فامتنعوا عن الدرس. خلاص بما إننا كده كده بنحضر ومش فاهمين فخلاص احنا مش رايحين الدرس. فحبسهم المشرفون. يبقى ماذا فعل المشرفون مع الطلاب الذين امتنعوا عن الدرس؟ ها، حبسهم وكتبوا بشأنهم إلى محمد علي، أرسلوا كتاب لمحمد علي يخبرهم بإيه، بأن هؤلاء الطلاب عملوا إيه، امتنعوا عن الدرس. محمد علي أمر بأن الذين لا يظهرون الطاعة، ها، لا يظهرون الطاعة، يعملوا إيه، توضع في أيديهم قيود الحديد. اللي هيرفض ومش هيطيع المشرفون هيحصل إيه، المشرفين هيحصل إيه بقى، توضع في أيديهم قيود من الحديد ويعادون سريعا إلى
مصر. تمام كده. طب تعالى نشوف اللي بعد كده. ماذا يفعل علي في هذه المشكلة الصعبة؟ هو مش فاهم، ولو ما تعلمش اللغة الفرنسية وحضر الدروس هيرجع تاني إلى مصر. كيف يحلها حتى لا تضيع عليه هذه الفرصة الثمينة التي علق عليها أملا كبيرا في مستقبل عظيم؟ ألك لم ييأس ذلك الطالب الشجاع الذكي كما يأس غيره، فهو ذو عزيمة قوية. احنا عارفين ان علي عنده إرادة قوية جدا وبيصر على ما يريد. تمام. ألك يواجه بها الصعاب ويتغلب عليها، وكم من عقد استعصت على غيره. تمام. ايه الحدث؟ في ناس كتير كانت بتمر عليهم مشاكل وعقد ولكن بيحلوها، او علي كان بيحلها لهم معتمدا على ربه عظيم الثقة بنفسه. طب عمل ايه؟ قالك بسرعة احضر كتابا فرنسيا من كتب الاطفال وانكب عليه يحفظ ما فيه حفظا جيدا. يبقى كيف حل علي مبارك مشكلته؟ ها، مع اللغة الفرنسية، أحضر كتابا فرنسيا من كتب الأطفال وانكب عليه، يعني عكف عليه أو مكث. تمام. قال إن أنا لأ مش هقوم إلا لما أخلص، ها لازم أفهم وأحفظ جيدا كل اللي موجود في إيه في الكتاب ده. لا ينام من الليل إلا أقله حتى تم له ما أراد. خلاص هو أنهى إيه الكتاب، حفظ وفاة. تمام. وبعد 3 أشهر جاء الامتحان فدخله في ثقة واجتازه بتفوق، وكان بص بقى كده أول المبعوثين جميعا. يبقى أول إيه؟ البعث. خلاص كده. يبقى تاني بعد 3 أشهر دخل الامتحان واجتازه بتفوق. تفوق علي مبارك بعد أن كان لا يفهم اللغة الإيه؟ الفرنسية، ونال الجائزة التي خصصت للمتفوقين. يبقى كان أول المبعوثين وكمان نال الجائزة، حصل على الجائزة التي خصصت للإيه؟ المتفوقين. تمام. بعد كده أظهر في تلك الأثناء مهارة فائقة كانت موضع التقدير، فلما أتم دراسته في باريس اختير مع زميلين له من بين التلاميذ لألك لدراسة المدفعية. يبقى لماذا اختير لدراسة المدفعية والهندسة الحربية؟ هنقول لأنه أظهر في تلك الأثناء ها مهارة فائقة، وفائقة هنا يعني ممتازة. تمام. ما الدراسة التي اختير لها؟ اختير لدراسة المدفعية والهندسة الحربية في إحدى الكليات بفرنسا. مش كده وبس، ده منح رتبة ملازم ثاني. بعد كده ألك وفي سنتين درس اختيروا من أجله وأجادوا إجادة تامة ونالوا الإعجاب الشديد من الجميع. يبقى أتم دراسته في الهندسة الحربية بعد عامين، ثم التحق الثلاثة بفرقة المهندسين في الجيش. يبقى قلنا بعد أن أنهوا دراستهم في الهندسة الحربية المدفعية والهندسة الحربية، أنهوا دراستهم بعد سنتين، ها التحقوا الثلاثة بفرقة المهندسين في الجيش. كل ده كان في عهد مين؟ محمد علي. بعد محمد علي جاء إبراهيم ابن محمد علي. تمام. ماذا أراد؟ رأى أن يزود هؤلاء المبعوثين بمعرفة أوسع للبلاد الأوروبية. ده أنا عايز إن المبعوثين دول هزودهم بمعرفة أوسع للبلاد الأوروبية. طب ليه؟ قالك ليروا ما فيها من النهضة والتقدم، ويعودوا منها بما يحقق أغراضهم. تمام. ان هم يشوفوا النهضة والتقدم هناك في هذه البلاد ويعودوا بما يحقق اغراضه اهدافه يعني. فوضع لهم برنامجا لزيارة طويلة. ده عهد مين؟ ده ابراهيم ابن محمد علي في تلك البلاد. تمام. ما اثر ذلك على علي؟ قال لك فرح علي بها اشد الفرح واخذ يستعد له، فرحان جدا جدا، ولكن انقلب سروره حزن. بعد ما كان سعيد وفرحان انقلب الى حزن. ليه؟ قالك لفوات هذه الفرصة الثمينة. ليه؟ ماذا جعل ليه الفرصة دي فاتت؟ قالك لان صاحبها قد مات. تمام. يبقى الفكرة دي لم تدوم او لم تحدث
ليه لم تحدث؟ لأن إبراهيم بن محمد عليه إيه؟ مات. طب بعد إبراهيم بن محمد عليه تولى بعده عباس الأول، هيعمل إيه عباس الأول؟ أمر بأن يعود علي وزملاؤه إلى مصر. يبقى أول أمر أمر به عباس الأول أن يعود علي مبارك وزملاؤه إلى مصر. طب ما أثر ذلك على علي؟ كان عاد شديد الألم، حزين جدا. ليه؟ لضياع تلك الغنيمة الطيبة. تمام كده يا شباب؟ في أي مشكلة؟ طب بعد كده قالك ايه؟ ها، غنيمة هنا يعني فرصة. هو متضايق أو متألم من الفرصة دي ضاعت، وإن كان قد أنعم عليه برتبة اليوزباشي الأول. يبقى الأول ها في عهد محمد علي كان ملازم ثاني، وبعد كده دلوقتي يوزباشي. يوزباشي دي زي ايه؟ نقيب، اللي هو النقيب دلوقتي. يوزباشي أول، تمام. وعين مدرسا في مدرسة طورة. يبقى خلي بالك، منح رتبة ها يوزباشي أول في عهد مين؟ عباس الأول. يوزباشي أول في عهد عباس الأول عين مدرسا في مدرسة طورة. تمام كده؟ وكان أول عمل قام به بعد أن عين مدرسا في مدرسة طورة، ها، أول حاجة هيعملها أن قدم الخير إلى أسرة أستاذه في الرسم، أستاذه في الرسم اللي كان في مدرسة أبي زعبل وكان قد توفي. تمام، هيعمل إيه بقى؟ تزوج كريمته يعني ابنته وفاء لأبيها الذي تركها فقيرة، وعرفانا لفضله عليه في التربية والمعروف. يبقى كيف قدم ها أو كيف وفى علي بحق معلمه عليه؟ بأنه أول شيء قام به بعد أن عين مدرسا في مدرسة ترى أنه تزوج ابنة معلمه ها في الرسم. تمام كده؟ لماذا؟ هنقول وفاء لأبيها الذي تركها فقيرة، وعرفانا لفضله عليه في التربية والمعروف. طب بعد كده قال لك ايه؟ ويقول علي مبارك عن نفسه: ثم حدثتني نفسي. بيكلم نفسه وبيقول طب انا عايز استأذن لزيارة اهلي بعد هذه الغيبة الطويلة. ها، بقاله كتير قوي ما شافش ايه اسرته. فكلمت الناظر في ذلك فقال لي: ان من يسافر يقطع نصف ماهيته. ها، ان اللي هيسافر هيعمل ايه؟ هيقطع نصف ماهيته، هيتخصم نصف ماهيته. تمام، وانت الان محتاج اليها، فالاحسن ان تصبر حتى اكلم سليمان باشا الفرنساوي. ها، سليمان باشا الفرنساوي ده ياخذك معه في مأمورية استكشاف البحيرة. تمام كده، والسواحل. يبقى مأمورية اسمها ايه؟ استكشاف البحيرة والسواحل، وان البحيرة دي مجتمع للماء تحيط به الايه؟ الارض. تمام، بعد كده فاذا حصل ذلك يتم مرغوبك بسهولة. يعني لو رحت المأمورية دي مع سليمان باشا الفرنساوي، بعد ما تنتهي المأمورية هتعرف ان انت ايه؟ تسافر وتذهب الى ايه؟ اسرتك. وقد حصل وأخذت المأمورية وسافرت معه. ولما كنا بدمياط انفصلت عنه في جهة من المأمورية، وبعد أن مسحت البحيرة وحررت جرنا لها ورسمته. إيه ده، عمل إيه يعني؟ مسح البحيرة هنا يعني قاسه، قام بقياس البحيرة، وكمان حرر جرن يعني وثق وسجل. طب حرر يعني وثق سجل، والجرن هنا يعني موضع واسع تجفف فيه الثمار، موضع واسع تجفف فيه الثمار. تمام، هو هنا انتهى من ايه؟ من مهمته. ذهبت الى بلدتنا برنبال. ايه ده مس، هم مش كانوا في عرب السماعنة؟ اهله رجعوا برنبال. يبقى اهله موجودين فين دلوقتي؟ برنبال. وكان اهلي قد رجعوا اليها قبل ذلك بمدة، قبل ما هو يرجع كان هما رجعوا بإيه؟ بفترة. فوجدت أن أبي قد سافر إلى مصر لزيارتي. عرف إن والده ها
سافر إلى مصر حتى يزور. ولم أجد في المنزل، شاف مين بقى في البيت؟ والدتي وبعض إخوتي. شاف والدته وبعض إخوتي. تمام كده؟ في أي مشكلة هنا؟ تمام. قالك وكان دخولي عليهم ليلا، فطرقت الباب فقيل من أنت؟ فقلت ابنكم علي مبارك. وكانت مدة مفارقتي لأمي 14 سنة. 14 سنة، 14 سنة لم يرى أمه ولا سمعت صوته. فقامت مدهوشة متحيرة كده، ايه ده؟ في ايه؟ متعجبة إلى ما وراء الباب، وجعلت تنظر وتحد النظر. وكنت بقيافة العسكرية الفرنسية، لابسا سيفا وكسوة تشريف. قيافة هنا يعني الزي العسكري بتاع الزي العسكري الفرنسي، وفي سيف، لابس سيف وكسوة تشريف. تمام كده، ده الزي اللي هو كان لابسه. تمام كده. طب بعد كده، وكررت السؤال حتى علمت صدقي. الأم يبقى لها كتير ما شفتهوش ولا حتى سمعت صوته، فهي متعجبة. فكررت السؤال لغاية ما تأكدت من من صدقه. ففتحت الباب وعانقتني. الأم عملت ايه بقى؟ خلي بالك ماذا حدث للأم عند رؤيتها ولدها. هنقوله عملت عانقته ووقعت مغشيا عليها، ثم أفاقت وجعلت تبكي وتضحك وتزغرت. هي مش عارفة، هي فرحانة، تمام، شدة الفرح، هي من كتر ما مش مصدقة ان ابنها رجع سقطت، وقعت مغشيا عليه. وبعد ما فاقت بدأت تعمل تبكي وتضحك وتزغرت كله مع بعض، تمام. وجاء اهل البيت والاقارب والجيران، وامتلأ المنزل ناس، وبقينا كذلك الى الصباح. والناس بين ذاهب وآيب، ناس بتيجي وناس بتمشي، ناس بتيجي وناس بتمشي. تمام كده، يبقى ذاهب وآيب، يعني آيب يعني راجع. ثم رأيت والدتي في حيرة. لماذا كانت الأم في حيرة؟ مش عارفة تعمل ايه لابنها فيما تصنعه لي من الإكرام، مش عارفة تكرمه ازاي، وتريد عمل وليمة. الوليمة دي الطعام اللي بيصنع في الفرح في العرس. تمام كده. طب تمام، عايز تعمله وليمة، تعمل أكل كتير تضيفه، طب هتعمل ايه وهي فارغة اليد؟ لذلك كانت الأم متحير، مهاش فلوس. ورأيتها تبكي ففهمت حقيقة الحال. هو شافها بتبكي ففهم ان هي عايزة تعمله وليمة، تعمله طعام كثير، ولكن معهاش، لم يكن معها أموال. فناولتها عدة عملات ذهبية كانت بجيبي، ففرحت وأولمت. فأقمت عندهم يومين، يبقى بقي عند أسرتي كم يوم؟ يومين. ثم استأذنتهم ووعدتهم بالعودة. تمام كده. ولما رجعنا إلى المحروسة استأذنت وسافرت إلى الإسكندرية بعيالي. عياله هنا اللي هي زوجته وأولاده يعني. تمام كده. ايه كمان؟ قالك واخ واخت لي صغيرين. يبقى هو رجع الى الاسكندرية او سافر الى الاسكندرية بمين؟ بعياله. طبعا المحروسة دي اللي هي القاهرة، المحروسة دي اللي هي الايه؟ القاهرة. رجع الى المحروسة وبعد كده استأذن وسافر الى الاسكندرية بعياله واخ واخت له صغيرين كان يربيهما. فلما وصلت هناك تركتهم في المركب وذهبت الى جاليس بك. مين كان عند جاليس بيك؟ كان عنده سليمان باشا الفرنساوي، قد سبقني وكذا غيره من الأمراء والضباط. يبقى جاليس بيك ده كان عنده سليمان باشا الفرنساوي وغيره من الأمراء والضباط. فجلست بعد أداء الواجب، وبينما فنجان القهوة بيدي إذا بمكتوب وارد بالإشارة، رسالة جاءت من عباس باشا بطلبي حالا. فصل الجاي هتعرف هو عباس باشا طلبه ليه. تمام كده، تعالوا نراجع مع بعض المناقشة. هنراجع مع بعض المناقشة اللي احنا اخدناها في الفصل.
أول سؤال عندي بيقول: كيف كافأ الله التلميذ النجيب علي مبارك؟ ها، كافأه بإيه؟ بأن هيأ له، تمام، سياحة إلى أوروبا التي ذاع صيت حضارتها. تمام تمام كده. طب السؤال اللي بعده: لماذا تطلع علي مبارك للسفر إلى أوروبا؟ ها، ليه؟ الله ينور، ليخدم أمته وليتزود منها بالعلم والمعرفة ويحقق طموحه الذي لازمه منذ الصغر. السؤال اللي بعده: ما الذي شاع عن أوروبا في هذا الوقت؟ شاع عنها إيه؟ ها، تمام، شهرة حضارتها ومدارسها ومعاهدها. تمام، السؤال اللي بعده: في أي سنة من الهجرة أراد محمد علي أن يرسل أنجاله إلى أوروبا؟ إمتى؟ في سنة 1265 هجريا. السؤال اللي بعده: لماذا أراد محمد علي أن يرسل أنجاله إلى أوروبا؟ ده أول جزئية في السؤال. والجزء الثاني: ومن الذين قرر أن يرافقوا أنجاله؟ ها، أول حاجة قلنا أراد أن يرسل أنجاله إلى أوروبا ليتم تعليمهم في فرنسا، ومن الذين قرر أن يرافقوا أنجاله رأى أن يرافقهم في سفرهم منها في سفرهم بعض من نجباء مدرسة المهندس خانة. السؤال اللي بعد كده بيقول: لماذا تم اختيار علي مبارك للسفر إلى فرنسا؟ ها، ليه تم اختياره للسفر إلى فرنسا؟ هنقوله إيه؟ تمام، لأنه كان من نجباء مدرسة المهندس خانة. السؤال اللي بعده بيقول: لماذا أراد ناظر المدرسة أن يبقي علي مبارك في مصر ولا يسافر إلى فرنسا؟ السؤال بتاعي تاني: لماذا أراد ناظر المدرسة أن يبقي علي مبارك في مصر ولا يسافر إلى فرنسا؟ ها، إيه الإجابة؟ هنقول: لأنه يعرف كفاءته وقدرته على التعليم في مدرسة المهندس خان. تمام، السؤال اللي بعده: كيف حبب ناظر المدرسة لعلي مبارك فكرة رفض السفر إلى فرنسا؟ ها، قلنا إيه؟ بين له إنه إذا لم يسافر نال على الفور رتبة المعلم ومرتبه، أما إذا سافر فسيظل تلميذا. تمام، السؤال اللي بعده: ما موقف معلمي المدرسة من سفر علي مبارك؟ ها، ايه موقف معلمي المدرسة من سفر علي مبارك؟ رفض المعلمون فكرة سفره وكانوا يلحون عليه في البقاء وكانوا يحسنونه له بكل الطرق. السؤال اللي بعده: ما القرار الذي اتخذه علي مبارك بالنسبة للسفر إلى فرنسا؟ ها، ولماذا؟ واحدة واحدة، السؤال عندي ليه جزئين. أول حاجة: ما القرار الذي اتخذه علي مبارك بالنسبة للسفر إلى فرنسا؟ هنقوله قرر أن يسافر إلى فرنسا. طب ولماذا؟ لأنه يعرف قيمة السفر وما سيحققه من ورائه لنفسه ومستقبله وأمته. تمام؟ السؤال اللي بعده بيقول: كم كان عدد أعضاء البعثة التي سافرت إلى فرنسا؟ دي حاجة. الحاجة التانية: وكم قدر لهم في كل شهر؟ ها، كانوا إيه؟ 70 تلميذا، وقدر لكل منهم جنيهان في الشهر. السؤال اللي بعده: كيف كان علي مبارك يساعد أهله بعد سفره؟ ها، كان بيساعد أهله إزاي؟ قال لك كان، تمام، يرسل لهم نصف مرتبه كل شهر. السؤال اللي بعده: ما العقبة الصعبة التي واجهت علي مبارك في فرنسا؟ ها، إيه العقبة الصعبة اللي واجهت علي مبارك في فرنسا؟ هنقوله أن كل المواد أو أن المدرسين كانوا يلقون عليهم الدروس باللغة الفرنسية، وهو وفريق من أعضاء البعثة لا يعرفون شيئا من هذه اللغة. تمام، السؤال اللي بعده قلنا: بماذا أمر المشرفون الطلبة الذين يعرفون اللغة الفرنسية؟ أمرهم، قلنا بإيه؟ ها، بأن يعاونوا أو يساعدوا من لا يعرفون اللغة الفرنسية. السؤال اللي بعده هنقول: لماذا رفض أعضاء البعثة مساعدة زملائهم؟ ها، ليه رفضوا مساعدة زملائهم؟ هنقوله لأنهم أرادوا أن يكونوا هم المتفوقون دون غيرهم. تمام؟ السؤال اللي بعده بيقول: لماذا امتنع تلاميذ البعثة عن الدرس؟ دي حاجة. الحاجة اللي بعد كده:
وماذا فعل المشرفون بشأنهم؟ امتنع تلاميذ البعثة عن الدرس لأنهم كانوا لا يفهمون شيئا. طب ماذا فعل المشرفون بشأنهم؟ حبسهم الإيه؟ المشرفون. بعد كده قال لك بماذا أمر محمد علي بالنسبة لهؤلاء التلاميذ. أمر محمد علي أن توضع في أيديهم القيود ويعادون إلى مصر. السؤال اللي بعده، ما الأمر الصعب الذي لم ييأس علي مبارك منه؟ هنقول الأمر هو تعلم اللغة الفرنسية. السؤال اللي بعده، ماذا فعل علي مبارك للتغلب على هذا الأمر الصعب؟ وهل نجح في ذلك؟ هو عايز يتغلب على الأمر الصعب اللي هو إيه؟ تعلم اللغة الفرنسية. طب عمل إيه؟ قال لك أحضر كتابا فرنسيا من كتب الأطفال وحفظ ما فيه حفظا جيدا. طب هل نجح في ذلك؟ نعم نجح في ذلك. السؤال اللي بعده، ما الدراسة التي اختير لها علي مبارك ولماذا؟ هنقول الدراسة التي اختير لها علي مبارك هي دراستها المدفعية والهندسة الحربية في إحدى الكليات بفرنسا. تمام، ولماذا؟ لأنه أظهر مهارة فائقة في دراسته. السؤال اللي بعده، أين التحق علي مبارك وزميلاه بعد دراستهم للمدفعية والهندسة الحربية؟ هنقول التحق الثلاثة بفرقة المهندسين في الجيش. السؤال اللي بعده، ماذا رأى إبراهيم ابن محمد علي للمبعوثين ولماذا؟ أول حاجة، ماذا رأى إبراهيم ابن محمد علي للمبعوثين؟ رأى أنهم أن يزود هؤلاء المبعوثين بمعرفة أوسع للبلاد الأوروبية. طب ولماذا؟ قال لك ليروا ما فيها من النهضة والتقدم ويعودوا منها بما يحقق أهدافه. تمام كده؟ طب تمام. طب بعد كده قال لك ما البرنامج الذي وضعه إبراهيم بن محمد علي للمبعوثين؟ البرنامج هو أنه أطال مدة الزيارة في تلك البلاد الأوروبية. جه بعد كده وقال، هل تحقق للمبعوثين ما رآه أمير إبراهيم ابن محمد علي لهم؟ تحقق؟ نعم أم لا؟ ولماذا؟ هنقوله لا، لم يتحقق. لماذا؟ بسبب موت إبراهيم ابن محمد علي. السؤال اللي بعده، بماذا أمر عباس الأول بالنسبة للمبعوثين؟ احنا قلنا جاء بعد إبراهيم ابن محمد علي عباس الأول. طب أمر إيه بالنسبة للمبعوثين؟ وما أثر ما أمر به على علي مبارك؟ واحدة واحدة. أمر عباس الأول بالنسبة للمبعوثين بأن يعودوا إلى مصر. طب وما أثر ذلك على علي مبارك؟ طبعا الأول علي مبارك أول ما عرف أن ستطيل مدة زيارته في تلك البلاد الأوروبية فرح، ولكن بعد أن عرف أن عباس الأول أمر بأن يعودوا إلى مصر حزن علي مبارك حزنا إيه؟ شديدا. طب السؤال اللي بماذا أنعم عباس الأول على علي مبارك وأين عينه وفي أي وظيفة؟ تاني، واحدة واحدة. بماذا أنعم علي عباس الأول على علي؟ أنعم عليه بإيه؟ برتبة اليوزباشي الأول. تمام؟ طب وأين عينه؟ عينه مدرسا. فين؟ في مدرسة ترى. يوزباشي أول. تمام كده؟ طب تعالى نكمل. لماذا تزوج علي مبارك من ابنة أستاذه؟ ليه؟ قال لك وفاء لأبيها، وفاء لأبيها الذي تركها فقيرة وعرفانا لفضله عليه في التربية. اللي بعده، بماذا حدث علي مبارك نفسه؟ حدث ايه؟ أن يستأذن لزيارة أهله. بعد كده، ماذا كان رد الناظر على علي مبارك؟ رد عليه وقال له ايه؟ قال الناظر له أن من يسافر يقطع نصف ماهيته وأنت الآن محتاج إليها. اللي بعد كده، ما الاقتراح الذي قدمه الناظر لكي يحقق رغبة علي مبارك؟ هنقول أنه سيكلم سليمان باشا الفرنسي ليأخذه معه في مأمورية استكشاف البحيرة. تعال نشوف اللي بعده. سؤال بيقول، من الذي وجدهم علي مبارك في منزل أسرته وأين وجد والده؟ هنقوله وجد علي مبارك في المنزل والدته وبعض إخوته، أما والده فوجده قد سافر إلى مصر لزيارته. تمام؟
بعد كده قلنا كم كانت مدة مفارقة علي مبارك لأمه؟ كام؟ ها، 14 سنة. 14 سنة لم يرى أمه. تمام. السؤال اللي بعده، صف ما حدث من أم علي مبارك عندما طرق باب منزل أسرته وفتحت له الباب. ها، عملت إيه؟ جعلت تنظر إليه، تمام، وتدقق النظر، ثم عانقته ووقعت مغشيا عليها، ثم أفاقت وجعلت تبكي وتضحك وتزغرت. تمام. اللي بعد كده، لماذا كانت أم علي مبارك في حيرة؟ ها، ليه كانت محتارة؟ لأنها كانت تريد أن تعمل، ها، وليمة، ولكنها كانت لا تمتلك إيه؟ نقود. ماذا فعل علي مبارك حين رأى أمه تبكي؟ وماذا فعلت والدته بعد ذلك؟ ها، عمل إيه؟ أعطاها عدة عملات ذهبية ففرحت وأعدت إيه؟ وليمة. كم يوما قضاها علي مبارك مع أسرته؟ هنقوله، ها، يومان. السؤال اللي بعده، مع من سافر علي مبارك؟ مع عياله وأخيه وأخته. بعد كده، من الذي وجدهم علي مبارك عند جاليس بك عندما ذهب إليه؟ وجد سليمان باشا، ها، الفرنساوي، تمام، الله ينور عليكم، وعدد من الأمراء والضباط. تمام، بكده يكونوا انتهينا من الفصل، ويارب نكونوا فهمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.